سلام من الله عليكم وأهلا بكم مشاهدين إلى جولة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والمواقع الإخبارية، والبداية بالعناوين. في الصحوة نت، ميليشيا الحوثي في إب تسجن أحد المواطنين وتنهب أرضه. المصدر أونلاين يروي قصة يمني يعمل في الصحافة منذ 50 عاما ويعترف بخطأ واحد. الاتحاد، رسائل سلام من عدن تعلن انتهاء زمن الحرب وبدء مرحلة جديدة. وفي أكثر أخبار الصحف العربية قراءة، محكمة في سويسرا تغرم مواطنا 13,000 دولار لأنه صوب بندقيته نحو الأبقار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. 5,000 نازح بانتظار مساعدات إنسانية عاجلة وفقا لموقع عدن تايم، والذي يقول إن عدن كغيرها من المدن اليمنية المحررة تحولت إلى محطة إنسانية لإيواء النازحين من مختلف المناطق التي تدور فيها عمليات قتالية، حيث استقبلت العاصمة المؤقتة النازحين من عدد من المناطق أبرزها تعز والحديدة. ووصفا لواقع النازحين قال الموقع: يعيش النازحون أوضاعا صعبة في عدد من المناطق المخصصة لاستقبالهم، وأبرزها منطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان ومنطقة الفارسي في مديرية البريقة. حفصة عبد علي نازحة من منطقة بير باشا في تعز، لها في عدن ما يقارب 1 سنة و8 أشهر ولديها 9 أطفال، شكت في حديثها لعدن تايم من عدم حصولها على إغاثة كافية لا سيما في المواد الغذائية. قال مصدر طبي في مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بني قيس بمحافظة حجة لموقع الوحدوي نت أن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات توفيت بعد أن أصيبت بالملاريا في الوقت الذي ينتشر فيه المرض بالمنطقة بصورة تثير القلق. وأكد المصدر في تصريحه للوحدوي نت أن الوباء اجتاح المنطقة بعد توقف حملات الرش المنزلي التي كان ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا بوزارة الصحة. ودعا المصدر الطبي مكتب الصحة العامة بالمحافظة والمنظمات الإنسانية العاملة إلى سرعة التدخل لإنقاذ أبناء المنطقة من مخاطر وباء الملاريا في ظل عدم توفر الإمكانيات لمواجهته. خذوا العبرة من الصومال، تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، محذرا من الاستمرار في الانجرار إلى المآلات التي ذهبت إليها الصومال وخرجت منها. وقال عبد العزيز في جزء من مقاله: كثيرا ما دندن المراقب العربي على مآلات الحال في الصومال الشقيق، وكانت اللازمة الثابتة في تلك الدندنة الاعتقاد الواهم بأن الصوماليين لن يستطيعوا التعافي من النزعة القبلية التي أضافت للحرب الأهلية المديدة وقودا واشتعالات متزايدة. لكن هؤلاء المراقبين بجملتهم لم يتتبعوا الروح الوطنية الجامعة التي تنامت عند الصوماليين على مدى العقدين الماضيين، وكان من أبرز مؤشراتها المعنوية البقاء على واحدية الهوية والأرض والإنسان. فجميع الصوماليين ظلوا يلتحفون العلم الأزرق ذا النجمة البيضاء، والذين تداعوا مع الانفصال في الإقليم الشمالي لم يميزوا البتة بين صوماليي الشمال وصوماليي الجنوب، بل أصبحت جمهورية أرض الصومال الانفصالية وولاية بونتلاند الاتحادية حاضنين واسعين لعموم الصوماليين الهاربين من جحيم الحرب الأهلية في الجنوب. بمقابل هذه الروح الوطنية المخرسنة بالواحدية تنامت العقلية السياسية العامة لتغادر ثقافة الحرب الأهلية وبلاياها، وكان التخلي الحر عن التعصب القبائلي ضيق الأفق مقرونا بقبول الآخر المختلف والأخذ بنموذج الدولة الاتحادية اللامركزية وتجيير الهوية الصومالية على المواطنة القانونية واعتبار الشراكة أصلا أصيلا في دستور الدولة الصومالية الاتحادية العصرية، واعتبار التناوب السلمي للسلطة المعيار الأسمى للتوافقية الوطنية العاقلة. وكانت النتيجة الناجزة لهذه الرؤى تناوبا سلميا لرئاسة الدولة.
قدم الصوماليون مثلا ناصعا لأشقائهم العرب، وبشروا تقديم الخيار الناجع لمن يريد تجاوز المحنة نحو الازدهار، وما كان لهذه الثمار أن تصل إلى ما وصلت إليه لولا النضوج المقرون بالمعاناة والحلم الكبير المقرون بالأنين والتعب والاستفادة من مثالب الماضي بحثا عن مخارج للمستقبل. قال موقع الصحوة نت إن ميليشيا الحوثي اختطفت مهندسا وإخوانه ونهبت أرضيتهم بقوة السلاح. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خطفت المهندس يحيى البدوي واثنين من أشقائه وهما أحمد ووليد وأودعتهم أحد السجون التابعة لها بمدينة إب. وبحسب المصادر فإن قياديا حوثيا أراد نهب أرضية تابعة للمهندس البدوي وأشقائه تقع بالقرب من فندق التاج شرق مدينة إب، وهو ما قوبل بالرفض من قبل أبناء البدوي، فتقدموا بشكوى للسلطات المحلية بالمحافظة والخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية. وبعد تلك الشكوى فوجئوا باقتحام منزلهم وخطف المهندس البدوي واثنين من أشقائه وإيداعهم سجون الحوثيين، وشرع مسلحون بالبناء على الأرضية. موقع الاشتراك نت يعنون بخصوص معارك ريف تعز: اشتداد ضراوة المعارك في الصلو ومقبنة والضباب عقب هجمات للميليشيا. وبحسب مصادر ميدانية أفادت الاشتراك نت بأن الميليشيات شنت هجمات عنيفة حاولت من خلالها التسلل إلى مواقع قوات اللواء 35 مدرع في تبة الإريال بقرية الصيرتين، غير أن الأخيرة تمكنت من صدها. المصادر قالت إن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات سقطوا خلال المعارك التي تمكنت فيها قوات اللواء 35 من التصدي للهجوم. ووفقا لما قالت المصادر فإن هجمات الميليشيا تأتي عقب وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى مواقعها في مديريتي حيفان والصلو. اليوم ونحن نرى صورا من مأرب وهي قيد إعادة الإعمار والبناء، نتساءل ماذا تحتاج مأرب بعد؟ هكذا تبدأ بشرى محمد نصر مقالها المنشور في هافينغتون بوست عربي، والتي وضعت فيه العديد من النقاط الكفيلة بعمل نهضة حقيقية في مأرب. وقالت في جزء من مقالها: مأرب تحتاج إلى الكثير من المقومات الأساسية لنهضتها. لن تزدهر مأرب كما يجب بشوارع أو جامعة أو مستشفى إن لم تكن هناك استراتيجية ثاقبة بعيدة المدى، فإن هذا البنيان ما هو إلا ديكور لا يعكس التنمية المستدامة لها. لابد أن تنبثق استراتيجية كهذه بشكل كلي ومتكامل، تبني مأرب ميزة تنافسية خاصة بها، استراتيجية اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة بكينونتها تميزها عن باقي المناطق اليمنية، تعيد لها أمجاد بلقيس وسبا. أهم المقومات الأساسية التي على مأرب النظر في بنائها بشكل متوازن مع أي مشروع تنموي آخر. بعض هذه المقومات قد تخص إقليم مأرب في التنفيذ، وبعضها تعنى بها اليمن كدولة تعاني ويلات الحرب وتسعى ليمن سعيد. وقبل سرد هذه المقومات علينا أن نتذكر أنها مأرب: الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة والقانون، مأرب الأبية، مأرب بلاقات. ومن ثم يأتي العمران وتأتي المقومات التي يجب أن تبنيها مأرب بشكل متوازن ومتكامل: بنية تحتية أساسية، طرق ومطارات ومرافق عامة، وبنية تحتية معلوماتية، تكنولوجيا الاتصالات وشمول واتساع تغطية شبكات الإنترنت ونطاق الشبكات اللاسلكية، وتعليم ومهارات في مجالات أهمها مجالات العلوم. رابع هذه البناء البناء المؤسسي، ويعني بناء المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والعمل على الإصلاح القانوني ومواكبة عصر العولمة والتكنولوجيا، وأيضا رسم السياسات العامة والميزانيات والتزامات القطاع الخاص بتدشين مشاريع واعدة تساعد على رفض الاقتصاد بحيث تخدم الاستراتيجية التنافسية الخاصة بالإقليم بحيث تصب في اتجاه موحد. ويجب أن تلقي مشاريع كهذه تحفيزا ودعما من الدولة، إضافة إلى القطاع الخاص وتسهيل الوصول إلى الأسواق ودعم مشاريع وقطاعات سلسلة الإمدادات وسلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة، والأهم تكوين صناديق استثمار محلية وإقليمية ودولية. قامت جماعة الحوثي بتنفيذ حملة اختطافات جديدة في مدينة باجل شرق محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية للمشاهد نت
إن ميليشيات الحوثي وصالح اختطفت رائدا في الجيش الوطني كان يعمل مديرا لمكتب قائد القوات البحرية بالحديدة قبل الانقلاب. يضيف الموقع: وكانت الميليشيات اختطفت قبل يومين الدكتور ماجد السيد، لتستمر بذلك حملة الملاحقة والترويع لعدد من رجال وشباب مدينة باجل بتهمة أنهم من المعارضين. وهو يحتفل بعيد ميلاده 70 ومرور 47 عاما على بدء مزاولته العمل الصحفي مع أهم وكالة أنباء عالمية رويترز، لا يتذكر محمد عبد الله مشخف وهو يتحدث للمصدر أونلاين أنه نشر خبرا واتضح له بعد ذلك أنه غير صحيح، ويستدرك بثقة أنه تعرض مرة واحدة للتضليل من مصدر لكنه كان بشكل غير مزعج. يتابع الموقع: يرد على الهاتف بعد 11 مساء بحيوية وصوت لا تبدو عليه نبرة إرهاق السنوات ووجع متابعة الأخبار في بلد تطحنه الحروب والأزمات. يضيف المصدر أونلاين: مخشف المولود في مدينة الشيخ عثمان بعدن عام 1947، عمل أولا في صحيفة قناة أو فتاة الجزيرة عام 62، ثم انتقل بعدها إلى صحيفة الأيام قبل أن يضطر للنزوح إلى الشمال، وهناك عمل محررا في إذاعة صنعاء. عاد إلى عدن عقب الاستقلال بشهور، وفي العام 1970 أسهم في تأسيس أول وكالة أنباء على مستوى الجزيرة والخليج، أطلق عليها اسم وكالة أنباء عدن. وفي نهاية عام 2000 اعتمدت وكالة رويترز محمد مخشف مراسلا رسميا لها، ولا يزال يعمل معها إلى اليوم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وإلى الصحف العربية نبدأها من صحيفة العربي الجديد، والتي تتحدث عن أطفال يقسمون وقتهم بين العمل والمدرسة. وتقول الصحيفة: في الوقت الذي دفعت الحرب والفقر بنسبة خطيرة من الأطفال في سن التعليم المدرسي إلى سوق العمل، دفعت بآخرين إلى الجمع ما بين التعليم والعمل. تضيف العربي الجديد: تعمل غالبية هذه الفئة من الأطفال في الأنشطة الزراعية، وهي ضمن الأعمال الخطيرة بسبب تعرض الأطفال لأضرار صحية من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية. تنقل الصحيفة عن أحد الطلاب قوله: إنه نزح من منطقة حيران غرب اليمن للعمل في مناطق مختلفة بشمال صنعاء في قطف نبتة القاتل منبهة، لكنه ما زال يواظب على الدراسة. يعلق الطفل ذو 14 عاما: يوصيني والدي دائما بعدم ترك التعليم، فهو يقول إن ذلك سيؤمن مستقبلي كما أمن مستقبل كثيرين من أبناء قريتي الذين أصبحت لديهم وظائف جيدة. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في صفحتها المختصة بالشأن اليمني: ثلاث رسائل سلام من عدن، انتهت فترة الحرب وبدأت مرحلة جديدة. قالت الصحيفة: إصرار كبير لدى شباب عدن على إعادة دوران عجلة الحياة الطبيعية وإزالة آثار العدوان الحوثي من النفوس قبل إزالته على جدران المباني والشوارع. ووفقا للاتحاد، يضع الشباب اليمني في عدن هدفا أسمى نصب أعينهم، وهو التأكيد للعالم كله أن بلدهم سوف تظل منبرا للتنوير والثقافة والسلام رغم المآسي التي تعرضت لها خلال الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. ولتحقيق هذا الهدف شهدت عدن خلال فبراير الماضي ثلاث فعاليات كان عنوانها السلام الذي ينشده كل أهل اليمن. أكد أبناء عدن في رسالة عالمية أن مدينتهم مدينة سلام ومحبة تنبذ الإرهاب والتطرف من خلال تدشين معرض للصور يظهر مدى التدمير والخراب الذي تعرضت له المدينة خلال فترة الحرب، فضلا عن لوحات كبيرة كتب عليها بالعربية والإنجليزية دعوات إلى السلام ونبذ العنف. علقت صحيفة الحياة على الزيارة التي قام بها وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب إلى الرياض على رأس وفد أمني يضم مديري الأمن بمحافظات
عدن والأحج وأبين وقيادات الأجهزة الأمنية المعنية وقيادات قوات الحزام الأمني، وذلك في إطار التشاور وتبادل الخبرات الأمنية والعملياتية والعسكرية وتنسيق العمل المشترك الرامي إلى استتباب الأمن. وتأتي الدعوة من أعضاء دول التحالف العربي للأجهزة الأمنية اليمنية في المناطق المحررة لتعزيز الكفاءة وتجسيد مستوى التكامل والتعاون. وعبر أعضاء الفريق الأمني بعد وصولهم إلى الرياض عن تفاعلهم بهذه المشاركة والتنسيق والتعاون مع التحالف للتزود بالخبرات العلمية والعملية المطلوبة، مثمنين هذه الخطوة ومؤكدين في الوقت ذاته وحدة الرؤية والغاية والهدف. دعوة صالح لملاحقة كل إصلاحي، دعوة معلنة لمهرجان دم، هذا ما كتبه الكاتب محمود ياسين على صفحته في الفيسبوك. على مدى 3 عقود من الحكم و5 سنوات من السياسة، يعد التصريح الذي أطلقه علي عبد الله صالح باستباحة الإصلاحيين هو التصريح الأكثر سوءا والأبعد عن السياسة والدهاء وعن المكر وعن المسؤولية. إنه تصريح عوضا عن افتقاره للحق فهو يفتقر للأخلاق، وهو يناقض كل ما عرف عن صالح من مرونة الماكر وحذاقته كمزايا شخصية. هذا تصريح بحرب قرى، بينما وقعت مدينتنا العاصمة في وظيفة لا دولة وتعطلت شخصيتها السياسية تاركة للمدن في الوسط والأطراف أن تحترق بلا رجاء. دعوة لملاحقة كل إصلاحي إلى قريته، هذه دعوة معلنة لمهرجان دم ودفع بالعنف إلى أقصى مرحلة في سيناريو الموت والخراب المتوقع. لا أقول إنها غلطة الشاطر، لكنها عمى من لم يعد يرى أبعد من ضغينته. وبكل معايير التقييم وبعد كل الذي فعلناه بأنفسنا أو فعلته أنت، أقول لك هذا الذي أعلن دعوة البارحة ليس أنت، هذا ليس رئيسا سابقا ولا زعيم حزب ولا حتى قائد ميليشيا مستحدثة، إنه رجل لم يعد يكترث لحياة أحد ولا لبقاء حزب اسمه المؤتمر، ولا يكترث حتى لسيطرة المركز وحاكميته البغيضة. بدعوة البارحة تخلى صالح عن صالح الزئبقي الماكر العنيف بدوافع ومكاسب محسوبة ولو لصالحه الشخصي، تخلي اللعبة العنيفة للجنون، وقد سئم مخاتلة الجميع منتقلا إلى ذبحهم. إنه العنف المختال الذي لا يجب أن يصغي إليه أحد. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي، محكمة في سويسرا تغرم مواطنا 13,000 دولار لأنه صوب بندقيته نحو الأبقار. وقالت الصحيفة إن محكمة في سويسرا قررت تغريم مواطن 14,000 فرنك سويسري بنحو 13,800 دولار بسبب تهديد أبقار بالسلاح بعد أن دخلت مزرعته في إقليم سانت غالين. وأكدت وكالة الأنباء السويسرية أن المحكمة غرمت مواطنا ب350 فرنك سويسري عن كل يوم صوب فيه سلاحه مهددا أبقارا دخلت مزرعته وأكلت من نباتاتها طوال 40 يوما. وأوضحت المحكمة أن المواطن السويسري صوب سلاحه نحو الأبقار وقال موجها خطابه لها: سأطلق النار عليك إن لم تخرجي من مزرعتي. واتهمت المحكمة المواطن بإقدامه على فعل يمس النظام العام وارتكابه جريمة عبر استخدام سلاح ناري. ومن الأخبار الأكثر قراءة في البي بي سي، نشر مذكرات أوباما وميشيل نظيرة 60 مليون دولار. وقالت شبكة البي بي سي إن الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل باعا حقوق نشر مذكراتهما لدار بنغوين راندوم في صفقة قياسية تقدر قيمتها ب60 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي لمذكرات الرؤساء الأمريكيين. تضيف الشبكة: إذ بلغت صفقة سلفه جورج بوش الابن 10 ملايين دولار، كما حصل بيل كلينتون على 15 مليون دولار لمذكراته. وتتضمن الصفقة كتابين، أحدهما كتبه أوباما والآخر كتبته زوجته ميشيل. المهمة المشتركة التي تتصدى لها الشرعية
تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الاشتراك نت، وقال في جزء منه: المهمة المشتركة التي تتصدى لها السلطة الشرعية والتحالف العربي تتجاوز المهمة العسكرية التي تستهدف استعادة الدولة إلى إعادة بناء الدولة بمضامين ورؤى وأهداف تحقق السلام الدائم والاستقرار وإعادة الإعمار وتصفية آثار الحرب وتعزيز روابط الأخوة والتعاون الاستراتيجي. هذه المهمة بعناصرها المتنوعة والتي تأسست على قاعدة العلاقة الأخوية والمصالح المشتركة كان يجب أن تنتظم في نطاق إطار سياسي وإداري وتنظيمي منذ إعلان التحالف دعم الشرعية ووقوفه إلى جانبها في مواجهة الانقلاب. كانت المهمة ضخمة ومتنوعة، غير أن أدوات إدارتها تركت من غير غطاء استراتيجي أو في أحسن الأحوال دون مستوى جسامة هذه المهمة، الأمر الذي أسفر عن ثغرات تراكمت فيها بعض المشكلات الناشئة عن خلافات في المنظور أو التقدير، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف. يجب أن لا نبحث عن أي سبب لأي مشكلة تبرز هنا أو هناك خارج هذه الحقيقة، ولا بد من الاعتراف بأن القصور الناشئ عن إهمال إيجاد مثل هذا الإطار التنظيمي قد ولد سلسلة من المشاكل التي تراكمت والتي آن الأوان لبحثها ومعالجتها في سياقاتها الطبيعية ومن خلال مناقشة وإقرار مسألتين لا تحتملان التأجيل: إيجاد إطار سياسي تنظيمي إداري مشترك يتولى تنسيق ومعالجة القضايا المشتركة وإدارتها ووضع آلية لحسم الخلاف بما في ذلك معالجة وتصفية ما تراكم من مشكلات، وصياغة الرؤية الاستراتيجية للعلاقة المستقبلية والتي ستساهم بكل تأكيد في إنهاء حالة التشوش الناشئة عن غياب هذه الرؤية. مجموعة من عمال البناء والفنانين المحليين يبدأون عملهم للحفاظ على التراث الإنساني لجزيرة زنجبار التنزانية وأهم المباني الأثرية التي تحمل ملامح العمارة السواحلية. جولتنا المصورة من هناك وقد نقلتها شبكة البي بي سي، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.